إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تقترب من 9:15. إخوة الإيمان، ونرجو أن تسعدوا معنا الآن بهذه الأمسية الدينية، والتي أعدها ويقدمها لحضرتكم الزميل أحمد حفني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسيد الأولين وسيد الآخرين، سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب بمدينة القاهرة، لننقل لكم هذه الأمسة الدينية المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، والسيدة زينب السيدة الشريفة الجليلة الكريمة رضي الله عنها وأرضاها، هي من سلالة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زهرة مباركة من زهرات آل بيت النبوة. ولدت رضي الله عنها وأرضاها في السنة 5 من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في السنة 62 من الهجرة النبوية المباركة. وقد عرفت رضي الله عنها بعدة ألقاب، ولكن أشهرها عقيلة بني هاشم. والعقيلة أخوة الإيمان هي الكريمة في أهلها، وهي أخت الشهيدين سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نبدأ أمسية الليلة بالقرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ثم دنا
بسم الله الله الحبيب النبي.
إن الذين لا يؤمنون
رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكانت خير بداية لهذه الأنسة الدينية المباركة.
ولكن انطلع إلى حضراتكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أشاد القرآن الكريم بالعلم ورفع من شأن العلماء. قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخوة الإيمان، لقد نهى الإسلام الحنيف أو حرم الإسلام الحنيف الحسد إلا في اثنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هنا إخوة الإيمان العلم، فهيا بنا نعيش هذه اللحظات مع العلم والعلماء، مع فضيلة الأستاذ الدكتور حازم جلال من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل بالسلطان وليا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وصلاة وسلاما على كريم الأبوين وسيد الثقلين، على الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة، ساحة الحق القائمة، راية الشفاعة الدائمة، صاحب الحوض المورود، يا صاحب الحوض المطهر مذاقه، هل إلى ظام بحبك نفحة وشراب، لي فيك يا جد الحسين شفاعة، ترجى إذا مس النفوس عذاب. وبعد، فقد جئنا أيها السادة الكرام إلى آل بيت سيدنا النبي، نتلمس من هنا البركات والنفحات والعطاءات والفيوضات من عطرة خير البريات. وأقول حبيبنا المختار صلى الله على حضرته وآله، ما طلب منا الحبيب أبدا أجرا على رسالته ولا على دعوته، وإنما طلب منا أن نكون محبين لآل بيته. فقال ربنا في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن في هذه الساحة جئنا إلى هنا طالبين المودة في القربة، نشهدك يا رسول الله أننا جئنا إلى هنا طالبين المودة في القربة. قال حبيبنا فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه هي المعية الإلهية لخير البرية، وهذه المعية ممتدة إلى يوم القيامة. ألم يكن ربنا محمد رسول الله والذين معه معية مطلقة، معية مطلقة إلى يوم القيامة. ها هو سيدنا إبراهيم بن الأدهم دخل مسجدا من مساجد البصرة، وكان معه غلام صغير وكان جائعا، فقال لغلامه:
ائتني برق، فأتاه بقطعة من جلد فكتب فيها: أنا ذاكر، أنا حامد، أنا شاكر، أنا جائع، أنا عاطش، أنا عاري. هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا بارد. سؤلي لغيرك لهب نار تلتضي، فأجر عبيدك من لهيب النار. ثم قال لغلامه: خذ هذا الرق وأعطه لأول رجل تجده خارج المسجد. فوجد فارسا راكبا على جواده، فلما أعطاه هذا الرق وقرأ ما فيه قال له: أهو هو؟ قال له: ما بك يا رجل؟ قال له: أهو هو؟ قال له: ما بك يا رجل؟ قال له: كنت رجلا مجوسي، وبينما وأنا نائم رأيت رجلا شديد الوضاء، طلعته كطلعة القمر ليلة التمام. ثم قال لي وقلت له: من أنت؟ قال: أنا محمد. أدرك صاحبي جائع في المسجد، فحملت السرة وآتيت بها إلى هنا. أرني هذا الرجل المبارك. فلما ذهب إليه: انظر إلى أهل الله، اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فلما ذهب إليه وجد ابن الأدهم يخرج من المسجد، فلما نظر إليه وقبل أن يعطيه قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن الآن نسير في هذه المعية. الله تبارك وتعالى قريب سميع يجيب الدعوات. حبيبه صلى الله على حضرته وآله يشفع لهذه الأمة، فربنا أقسم بحياته في القرآن فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حبيبنا الذي ظل يبكي ذات يوم، فربنا قال لأمين وحي السماوات: يا جبريل، سل حبيبي محمد ما يبكيه. فلما نزل جبريل الأمين إلى سيدنا الأمين: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال له: أمتي، أمتي. فأوحى الله إليه: إنا سنرضيك في أمتك ولن نخزيك أبدا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واحشرنا في زمرة الصالحين، وتوفنا مسلمين، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور حازم جلال من علماء وزارة الأوقاف، وكانت ضمن فقرات هذه المؤسسة الدينية المباركة، والتي ننقلها إلى حضراتكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ومن روضة العلم إلى دوحة الدعاء، قال تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
فهيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام مع الأدعية والابتهالات الدينية والمدائح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. سر الوصول إلى الجنة العالي حب النبي محمد والآل. سر الوصول سر الوصول إلى الجنة النبي محمد والآل. بحب النبي محمد والآل تنال ما ترجو والفضل لا يعطى لعلة عامل نزه إلهك عن سوى ومثال. والفضل لا عن سوى ومثال. والفضل فضل الله والفضل فضل الله يعطى بالحب في طه العزيز الغالي. يا آل طه لنا في حيكم قمر. يا آل طه لنا في حيكم قمر قمر له الحصى ناطق له الحصى ناطق والبدر منقسم
الله البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هاد ومعتصم وله على خدي وجنتيه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعلم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم وصلى عليه وصلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم ولولا وسلاما عليك سيدي يا رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر ومنك الفرج وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقوة الإيمان والإسلام وبسماع هذه الأدعية والإرسالات الدينية والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة والتي نقلناها إلى حضراتكم من ساحة مسجد سيدتنا السيدة زينب بمدينة القاهرة. وفي الختام إخوة الإيمان والإسلام لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية ولكم تحيات محدثكم أحمد حفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.